ما أكون أشتغل برقم معين وموزع رقمي على الناس وكذا، متى يجي صاحب الشركة تغير الرقم الذي حقوق؟ وإن نعم أنت ما تغيره، أنت ما تجيش خلاص الآن يقول شو لك أرقام بدون كارثة هذه على خاصة رجال الأعمال خاصة. فلذلك يلقى لأنه يقول مثلا إيش؟ المشتركين القدامى يضرب 7 بدل ما 7 تنعمل 3 7 والمشترك الجديد يغير على 7 خلاص ياخذ اي رقم ما يفرقش معه 7 1 2 0 وبالتالي زاد رقم زياده الرقم هذه كم تضيف له؟ 10 يعني كم؟ 100 مليون 100 مليون مشترك زياده رقم ارتفع لنا 100 مليون مشترك 100 مليون استوعب اليمني زيادة هيك زيادة عربية زيادة طرق كل هذا نستخدمه طرق العرض طرق كيف أعرف يعني قبل أنا ما أسس الشركة قبل ما أشي شعري كان طبعا كل ما كان الرقم صغير أفضل ما أعرف ما كنا بدي حاجة وهذا معناه أنا أحرز 100 مليون وأنا أصلا بمكان ما مش حاجة اللي ما في العذاب هذا كذلك مثلا لما يجي لنا حاجة ثانية وتكون مثلا أرقام السيارة يعني أرقام السيارة طبعا إحنا نستخدم المحافظة صح؟ المحافظة عمل تفاصيل صح؟ عمل يعمل صفر 4 وعمل بعدين 3 2 5 1 4 رقم هذا يعني إذا عملت استطرق هذه السياسة كم أنت عاجز يعني مثلاً أحتاج أعرف كم اللي تعرف وكم لليوم بالكامل كم أحتاج أنا أحرز كذا يعني كمرور كوزارة داخلية كم أحتاج يعني مثلاً هذا يتغير بكم 10 أيوة 10 هذا 10 هذا 10 هذا 10 هذا 10 يعني معي 10 بس كم؟ 100,000 يعني معي كم؟ 100,000 رقم يعني أقصد إن أنا عرفت 100,000 سيارة دخلت عز هذا عرفت كم؟ على بس تعمل لي A B لا في حاجة مفهوم لك هذا على 0.4 طيب لليمن هذا يغير معنا صفر واحد صفر واحد وخطر الأرقام ثانية صفر واحد ممكن يخوض الأرقام لأنه مختلف عندنا ليش منفصل هذا طيب عاد في معي كذلك إنه إيش خصوصي فئات خلاص معي هذا خصوصي معي مئات من الأجرة معي مئات فشكل معي فلذلك طبعا الناس يميلوا لانهم يعملوا احيانا ارقام صغيره ليسوا المتابعه وصنع. طبعا احنا ماشيين عادي احنا يدوي لكن عند الدول المتطوره ما يفرقش معاهم بيعملوا لك ارقام صغيره دائما كله عباره عن ايش؟ مربوط بالجهاز ما احبوش كل مره ما احبوش كل مره كله عباره عن جهاز جهاز وعبط مباشرة يضغطوا يطلعوا يعرفون وعلى طول على البنك يخصون ياخذ ارقام لانه انت ما تشتري سياره لو معك حساب بنكي فعلى طول مخالفتك قد خصم من هنا او يجي لك اشعار اذا مش هل المخالفه زي لا لا او يجي لك اشعار اذا عندهم يعمل لك اشعار بحيث انه اذا تاخرت تدهلوا تشوف على الغرامه دي فتضطر انك انت وروحك تدفع وتخلص نفسك عشان ما تجيش ايش؟ الغرامه اللي اسمها الرخصه وهكذا الاخوه طبعا في الخليج يعمل لك ص لام ح لاحظ الله على التعيين هذا طبعا يرفع العدد بشكل غير عادي ليش؟ ليش يستخدموا الحروف؟ يغير ايوه بدل ما هم 10 الارقام تعمل لي 10
الطبيعه. لكن الحروف كم يعني؟ 28 هي ضربت 28 في ما بيطلع معك. قلت لي الخمه بيطلع ما في ذلك رقم كبير ممكن يعمل اياه رقم 3 ارقام فيه ما احتاج. فيقول يعني صلح 300 في الطاقه 16 واحد قال دلع واحد قال اشترى ب 500000 سعودي درخ ما جاليش اصدق بالدرخ عندهم حاجة يعني حاجة تجربة حقيقية. هذا رقم واحد راح اشتروه من غير كم من الجزء. أيوة يعني بس الذي يعني هذا كله يتحكم فيه مبدأ العدد. نبدأ بالمبادئ هذه الموجودة معنا. يقول لك if any one of k different materials exclusive and collectively excessive events can occur on each of the n trials, the number of possible outcomes is equal to k. six-sided die is rolled 5 times. The number of possible outcomes is. يعني لو رمينا هذا ال die 5 مرات معي. فكم مرات يطلع لنا كم محاولة حقنا كم القائمة؟ يقول لك لو 6 يعني نتائج كم؟ ست النتائج ست ونحن رمينا 5 مرات فستة أصل 5 يطلع لي معي هذا عدد المحاولات اللي موجودة فيها. طيب معنا counting rule 2 معنا هنا هذا اللي تكلمنا عنه تقريبا بهذه الطريقة الأولى اللي إذا كان معنا k1 event يعني وإحنا نختار هيكون الهدف الأول بطريقة k1 والأول اللي بعده بطريقة k2 اللي بعده بالطريقة إلى KN. إذا ضربنا هذا يطلع لي عدد ليش؟ النتائج أو عدد الـ outcomes. وهنا قال مثال قال there are 3 choices of beverage and 2 choices of burgers. يعني إذا كان معك 3 خيارات لاختيار مشروب 3 خيارات للمشروب و 2 خيارات للبرجر فكم معك خيارات عشان يعني كم معك طريقة لاختيار حقك الصحيح هذا اللي من المشروب والبرجر فيطلع معنا هذا عدد الخيارات 3 في عدد الخيارات الموجودة هنا 2 ومعك 6 خيارات. طيب كذلك معنا هذه الطريقة the number of ways that n objects can be arranged in order. يعني إذا أنا اشتيش أرتب بكم طريقة إن أنا أرتب n حاجة n شيء فكم طريقة طرق الترتيب قال عبارة عن n فاكتوريال الذي يساوي معنا هو n في n ناقص 1 في n ناقص 2 إلى 2 في 1 وهذا يعني مثل هذا المثال يقول the number of ways that 4 students can be lined up يعني كم نحن ممكن بكم طريقة ممكن ان احنا ايش أيضا رتب 4 طلاب نصف 4 طلاب فهي عبارة عن 4 فاكتوريال يساوي 4 في 3 يعني هذه الأماكن أقل 4 يعني الأول معنا 4 طلاب وعندنا 1 حجز 1 بالتالي 3 2 1 بالتالي يطلع معنا هذا العدد 4 اللي هو مضروب صح؟ أيوه المضروب فاكتوريال مضروب طيب كذلك هنا معنا اللي هو الروتيشن الروتيشن اللي هو التبادي يعني هي عبارة عن معنا n حاجة نأخذ منها r حاجة عدد معين من n حاجة يعني هون المقال the number of ways of arrange x object selected from n objects يعني نشتي نختار x يعني object من n object طبعا ايش in order على الترتيب يعني في يعني الترتيب له معنى وبالتالي بهذه الطريقه اللي هو بهذا القانون هذا قانون ليش البرموتيشن هذا يعني حتى الاله الحاسبه تعتقد انه تحسب واعتقد انه مكتوب ايش مكتوب بي صح؟
ايوه ان بي ار ان ان هذه العدد الكلي المجمولي والار هو العدد الماخوذ للبرميتيشن على حسب الان والبي له او يدويا بهذا القانون اللي هو عباره عن ان فكتوريال على ان ماينس اكس فكتوريال او اذا اخذت ار ان ناقص ار فكتوريال مثل البيتا اللي موجوده طبعا هنا الاوردر امبورتنت تفكير مهم بالتالي يطلع لنا شو متبادل يعني المفروض هذا وهذا غير هذا وهذا معنى التبادل الاكزامبل ذا نمبر اوف ديفرنت ويز ذات فايف ميوزك تشيرز كان بي اوكيوبايد 6 تشيلدرن يعني كيف تختار يعني خمسه اطفال من سته للجلوس على يعني خمسه كراسي للموسيقى فكيف تختار خمسه من سته خمسه من سته هل هي عباره عن تباديل خمسه سته خمسه من سته هي ان ستة و الاكس خمسة تحسب بهذه الطريقة كذلك معنا الكومبينيشنز ليه التوافق كيف اسمها التوافق يعني ايش يعني التوافق يعني متوافقين انت تجلس مكان من المكان ترتيب ماشي هذا كم متوافقين ما احنا واحد يعني ما نفرقش معنا وبالتالي مع القانون هذا الموجود معنا كذلك الآن الحاسب الحسوب والقانون البرامج الناقلية الحسوب حاجة كبيرة أو القانون هذا اللي موجود معنا إذن الفكتوريال على الإكس فكتوريال في الإن فكتوريال متى أطبق هذا متى أطبق هذا على حسب المطلوب على حسب المطلوب يعني أنا سأختار مثلا إذا قلنا سأختار ثلاثة عمال من الشركة لترتيب الأثاث شيت ثلاثة عمال لترتيب الأثاث هنا أستخدم بكم طريقة يمكن أنا لو معي 50 عامل وشي شختار منهم كم ثلاثة هل أستخدم البرميتيشن ولا الكومبينيشن لا تبادل لأن اللي حدثنا أول ما نفس السؤال أنا معي 50 عامل داخل الشركة 50 عامل إيش اختار ثلاثة عمال لترتيب الأثاث معي أثاث كذا من ترتيب توظيف إيش اختار ثلاثة عمال بكم طريقة يمكن إن أنا أختار عمال هنا إيش استخدم التبادل أم التوافق الذي يحط تبادل لماذا قل يحط بقول لماذا ها؟
أنا هم 50 شختار منهم ثلاثة كيف شختار واحد؟ أنا أقول لك الآن معي 50 عامل أشختار منهم ثلاثة هل أختار محمد؟ لا أنا شو ثلاثة اختيار ثلاثة من 50 مش واحد من 50 ما في اشخاص ممكن الشرط الأول يكون هو الرئيس اللي بختاره يعني بعض الأحيان أختار ثلاثة أيوة إذا في معنى وافي للترتيب على طول التبادل ليش؟ لأنه التبادل معنى لو غيرنا هذا المكان هذا المكان يصبح خيار مختلف لو غيرنا ذلك اسم التبادل بدل هذا المكان هذا يصبح خيار ثاني طيب لكن التوافق لو غيرتهم متوافقين ما يفرقش معنا التبديل أنا قصدي لو هم كلهم أنا رجع لو هم؟ أفترض لهم 50 كلهم ها أنا أختار بعد رجع هذه قصة ثانية هذه حاجة ثانية ما تكلم فيها إحنا الاختيار مع الثلاثاء خبر ثاني حاجة ثانية وحسابات مختلفة قد ربما ندخلش معنا بهذا لكن الفكرة التبادل والتوافير هو معرفة كم معي طريقة لاختيار هذا العدد من هذا العدد كم معيته اللي يفرق بين الطريقتين فقط إذا كان لي الأوردر معنا وإذا كان ما لش معنا إذا كان الأوردر معنا معرفة التبادل إذا ما لش معنا كم توافق بس هذا هو أما اللي تطلع عليه حساب ثاني حاجة ما مختلفة واضح جدا نكتفي يعني في لي حاجه بالاسمي اس اس هلو لا بالنسبه لهذا ما في حاجه حقه بعدين بس المقصود انه لو في حاجه حتى سابقه يعني اللي مش مهم من اولها اللي على بعض لحد الان يلا حمل البرنامج يعني ما عملش حاجه مشينا نعرف حاجه يعني ايوه في معنا بلده انه نطبق منه طبعا انا من رايي قد يكتب بالمره كل واحد اللي نزلهم البي دي اف